السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم من جديد على قناتي تي في إدتي، وإلى مشروع جديد. إذا هذا المشروع كما رأيت في العنوان يهدف إلى حماية المنزل، بالخصوص في هذه العطلة حيث يكثر اللصوص عندما يسافر الناس ويترك منازلهم فارغة. كما يمكن أن تكون له عدة تطبيقات أخرى، أنا لهذا الهدف أنجزته، لكن عوض أن أنجزه بواسطة منبه استعملت مصباح 220 فولت، يمكن أن تستعمل مكانه منبها. كما يمكن أن تطبقه مثلا عندما تفتح الباب يضيء المصباح، وعندما تغلق الباب فإنه لا يضيء كما هو الحال الآن. إذن عندما أفتح الباب يضيء المصباح، وعندما أغلق الباب لا يضيء المصباح. إذا عندما يفتح شخص معين باب غرفة معينة أو مكان معين فإن المنبه سينطلق، وعند انطلاقه يمكن أن تستغل أنت هذا التركيب لتضيف له أشياء أخرى، فمثلا كأن يرسل إليك SMS بأن الباب قد فتح. كما يمكن أن نستغله في العكس، أن يبقى مضيئا فهو الآن لا يضيء، وعندما أغلق الباب لا يضيء، عندما أفتح الباب يضيء. يمكن أن أغيره ليعمل العكس، يعني عندما يكون الباب مغلقا يبقى مضيئا، وعندما يفتح الباب ينطفي. إذا يمكن أن تتحكم كما تريد. إذا الأساس في كل هذا هو مغناطيس بسيط جدا هنا، ولاقيت بطبيعة الحال هنا. إذا تفاصيل هذا المشروع سأنشرها إن شاء الله قريبا في فيديو مفصل يتطرق لجميع المراحل. إذا كما تشاهد بالنسبة لهذا التركيب التجريبي ليس هناك أردوينو، هذه فقط تغذية ديال 5 فولت أنا كنستعملها، وبطبيعة الحال عندنا واحد الرولي عندنا 220 فولت. هذا أشير رجاء الذي لا يعرف أن يركب هذه المسائل لا يشتغل عليها، لأن هناك خطورة 220 فولت، خصوصا التلاميذ أو الذين ليس لهم دراية التراكيب الكهربائية. إذن اشتركوا في القناة لتتعرفوا على مراحل هذا المشروع، فله عدة تطبيقات يمكن أن تضيف إليه أشياء أخرى، ليرسل إليك SMS عندما يفتح الباب أو يغلق، إلى آخره من التطبيقات التي يمكن أن تضيفها. إذن ولا يعتمد على الأردوينو الآن، فقط جزئين، هناك لاقيت وهناك هذا. إذا تلاحظ عندما أبعد المغناطيس، عندما أقرب المغناطيس لأن ركبته هنا، وعندما أتمنى أن يعجبكم هذا المشروع. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لتشجيعنا على الاستمرار ومشاركتكم مزيدا من المشاريع الجميلة جدا والمبهرة، والتي يمكن استغلالها في شتى المناسبات في هذه العطلة الصيفية. إذن كما قلت يمكن أن تغير المصباح بجرس فيعطيك تنبيه. إذن نلتقي إن شاء الله في تفاصيل هذا المشروع. إلى اللقاء.